الله بالخير. يا هلا مساك الله بالخير اخ صالح. دكتور عايد الشملي مدير اداره الخدمات الصيدلانيه في وزاره الصحه، مساك الله بالخير دكتور، يعطيك العافيه على جهدك. يا هلا يعافيك، مساكم الله بالخير مشاهدين قناه الاي تي في. حبيبي يا دكتور مشكور اول شيء، وشكرا لسرعه الاستجابه، يعني يعطيك العافيه. دكتور كثير من الاتصالات كانت لنا على موضوع الادويه، ان ما نقدر نتواصل، شلون طريقه التواصل، شنو الاجراءات في عمليه التوصيل؟ اول شيء نسال الله الشفاء لجميع المرضى. نعم. الموجودين تلقي العلاج في المستشفيات. وبالنسبه للاتصالات موجود عندنا ارقام تليفونات. نعم. خاصه لكل مستشفى. نعم. من مستشفيات وزاره الصحه، مستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية في منطقة الصباح الطبية. نعم. يستقبلون الأخوان في أقسام الصيدلة الرسائل على الواتساب الخاص في كل قسم. نعم. ومنها طال عمرك الرسالة تكون محتوية على الاسم المريض ورقم ملفه ورقمه المدني للاستدلال على بيانات الوصفة، سواء من الواقع الموجود عندنا في الصيدلية أو نعم. ملفات في المستشفى. حلو زين دكتور. نعم دكتور صح. الآن واضح أن يدزون واتساب اسم المريض رقم الملف رقم المدني صحيح؟ نعم. حلو الجزء الثاني الآن، هكو حالات معينة يعني أي شخص يدز لكم، ولا يعني أكو ناس دسوا قال لا لازم يكون عمرك فوق 65 سنة؟ احنا بالنسبة لنا ما عندنا مشكلة بالعمر، عندنا احنا مرضى يعني مؤخرا تم زيارة قسم الصيدلة في الصباح. نعم. صيدلة الأطفال نوصل لهم في عندهم مرضى، ومستشفيات العامة هم بعد، والمستشفيات التخصصية كلها. حلو. ما عندنا أي مشكلة وتحديد عمر، طالما أن المريض يتلقى علاج وله ملف موجود في المستشفى ومتابع للمريض والحالة كرونيك أو حالة مزمنة ما عندنا أي مشاكل. يعني انت الان حق الحالات المزمنه توصلون لهم الادويه للبيت؟ الحالات المزمنه، لان الحالات المزمنه يكون المريض ماشي على رسم معين من الادويه مستمر عليها، الا اذا استدعى ان المريض ياخذ موعد لمقابله الطبيب. حلو. كل هذا تقليل زيارات المرضى للعيادات الخارجيه في المستشفيات والحوادث. يعني هذا الموضوع اني موضوع العمر موضوع هذا ما لكم علاقه، اي شخص ياخذ علاج وهالامور توصلون له اياها مع التعاون مع الاخوان في المطافي. اما نحن مشكورين الاخوه في الاداره العامه للاطفاء، جهزوا يعني رجالهم والياتهم كرسوها لخدمه وزاره الصحه. حلو. في هذا المشروع ان شاء الله والحمد لله. زين. الامور ماشيه، واليوم احنا واصلين على ما يقارب 10,000 وصفه ما شاء الله، قاعدين نوصلها من اسبوعين. حلو. في 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 بعض الاشياء، في بعض الملاحظات قاعد تلاحظها دكتور، في بعض الاشياء اللي قاعد تصير مثلا من المواطنين، في نقطه مو فاهمينها، امر مو فاهمينها؟ والله شوف احنا نستقبل الاتصالات والرسائل على الواتساب والرسائل على الرسائل على نعم. وسائل التواصل الاجتماعي، واحنا قاعدين نرد عليهم. نعم. ونتواصل مع اقسام الصيدله ونوضح لهم كثير من الامور، والحمد لله كل الامور ماشيه. حلو. بحيث ان كل مريض ياخذ الدواء. نعم. واضح بدون تاخير. اول شيء جهدكم مشكور، انا اتمنى يعني الاخوان يكونون يجهزون لنا بس الفيديوهات بعد شويه. بس كلمني دكتور على جهدكم الان في ما تم انجازه في منطقه جليب الشيوخ، لان هي عليها حظر شامل، ومنطقه المهبوله. الله يعطيهم العافية رجال الحرس الوطني، يعني ما قصروا ويا وزارة الصحة والقيادة العليا طال عمرك توجيهات بعد فرض الحظر على المنطقتين هذيلة، تو يعني إنشاء مركز صحي. نعم. في منطقة المهبولة يخدم سكان المنطقة، خصوصا في الفترات اللي يعني فيها حظر أو ما فيها حظر، والحمد لله يعني كنا من امس الى يعني اليوم ساعات متاخره تم تجهيز الصيدليه الخاصه في الموقع، وهم بعد في المهبوله، وهم بعد عندنا في مستشفى مساند للمستشفى الفروانيه، بحيث انه يعني يستقبل حالات المواطنين منطقه الجليب. نعم. وموجود عندنا صيدلياتنا واجنحه موجوده وكل شيء موجود في مدارس خاصه في المنطقه. بارك الله فيك. مع الداخليه. نعم. والحمد لله والدفاع.
دكتور عادل الشمري مدير إدارة خدمات الصيدلانية ووزارة الصحة، كل الشكر لك ولجهدك ولكل العاملين، يعطيك ألف ألف عافية دكتور، ما قصرت، يعطيك العافية، وجهد مشكور. بعد شوية راح نحطهم ولا ناخذ اتصال ثاني. أوكي الحين بس قبل لا أحطه، الأخوان اللي قاعد يتابعون الحلقة أرجوكم بس رجاء يعني على أساس يعني نقول كل واحد يعني تليفونك، راح أحطك الجدول الحين، صور الشاشة عشان لا قدر الله تحتاج أحد يبي أرقام المستشفيات اللي نتكلم عليهم، ومشكور أخونا الدكتور عايد دزلنا ياهم. والآن عطنا محمد الأرقام الموجودة على الشاشة، هذه أرقام من عندك من صيدلية مستشفى جابر كلهم، تعطيهم يا محمد فول سكرين عشان يصورونها الجماعة. بعد قواك الله مخرجنا ما يقصر محمد عز، الآن يحط لكم ياها كاي تشوفونها عندكم على الشاشة، ممكن تصورها وتأخذ الأرقام اللي أنت محتاجها. جابر، لميري، مبارك كبير، فروانية، العدان، الجهرة، الصباح، ابن سينا، الأمراض الصدرية، الرازي، أمراض السرطان، وين بعد؟ الطب النفسي، الطب الطبيعي، مستشفى الولادة، الجلدية، أنف وأذن وحنجرة، البنك الوطني للأطفال، مركز الراشد الحساسية، مستشفى الأمراض السارية، مركز الرعاية التطبيقية، صيدلية مركز صباح الأحمد، صيدلية مركز بيت التموين. أعتقد واضح جدا ويعطيهم العافية. هذه كل الأرقام اللي موجودة ممكن تقدرون تاخذونها. الجزء اللي مو يعني عملية وصول الأدوية والأوردر، هذه الأرقام اللي حطينا لكم إياها تو الحين، هذه أرقام صيدليات، الدز واتساب، اسمك صالح جرمن، رقم المدني كذا 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 تحطه، رقم الملف تحط رقم الملف، الدز لهم إياه على أساس يجهزون لك الطلبية وبعدين يتواصلون معك. هذا بالنسبة حق الشكاوي اللي جتنا خلال ثلاثة أيام، وحقيقة يمكن ما قصروا ويانا على طول. الجزء الثاني هم يجهزون الأخوان دكتور عايد والفريق اللي عنده في الصيدليات يجهزون الأدوية. الآن في فريق ثاني اللي هو فريق الإطفاء، اللي هو فريق الإطفاء اللي هو ياخذ الدواء وياهم، وهم كان معاهم صيدلاني موجود، المقدم دكتور فايز عبد العزيز النصام، مراقب السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة للإطفاء. دكتور مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والكرامة، حياك الله أخي صالح. دكتور فايز كل الشكر لكم وجهدكم مشكور حقيقة الإخوان في المطافي، ويعطيكم العافية على هذه البادرة الجميلة. دكتور دكتور كلمني، يعني قبل كان في اتصال ويانا معنا دكتور عايد على تجهيز الدواء، الآن أنتم في الإطفاء شنو الإجراء اللي تسوونه؟ طيب بداية طبعا بدأت خطوات ترتيب توزيع الأدوية على جميع المواطنين داخل دولة الكويت، هي بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي أنس الصالح، وبتعليمات مباشرة من سعادة الفريق خالد راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء. تم التنسيق مع وزارة الصحة، وأنت عارف أنها تضاعد وتعاون جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 اللي هو يعني خلنا نقول اللي قاعد يسبب أكثر إشكالية علينا في المجتمع وعلى العالم بشكل كبير. إحنا طبعاً دورنا يكون هي عملية إيصال الأدوية من الصيدلية نفسها إلى المواطن باب بيته. إحنا نغطي بالكويت سبع محافظات، أو عفواً ست محافظات اللي بالكويت اللي فيها سبع مستشفيات. عدد الصيدليات 22 صيدلية مثل ما أعلنت قبل قليل أرقام صيدليات. هذه الصيدليات كل صيدلية في فريق عمل موجود هناك من الإطفاء يقوم بأخذ الوصفات الأدوية مع كافة البيانات والعناوين وأرقام التليفونات، ويقومون بإيصالها بنفس اليوم. متجهزين بجميع الإجراءات السلامة من ناحية الكمامات، الماسكات وجميع الإجراءات هذه، بالإضافة إلى الآيس بوكس والأمور اللي تحمي الأدوية من حرارة الجو لا سمح الله. نعم زين دكتور، أنتم الآن الجزء المهم تأخذون الأدوية ومع إشراف من صيدلاني يكون في كل سيارة وتطلعون، التعامل مع 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 المواطنين، التعامل مع الإخوان المقيمين، هذا الجزء شنو في يعني، هل حسيتوا في مثلا تعاون منهم؟ هل في امور مشكله في العناوين؟ هذه الامور قاعد تمر عليكم؟
هو في الحقيقة طبعا في تعاون كبير يعني من جميع المواطنين على الكويت في أرض الكويت، كلهم يشكرون ويثنون على هذه الخدمة وعلى هذه الميزة. احنا اليوم نتكلم عن قرابة 10,000 وصفة من بداية الخدمة تفعيلها. 10,000 وصفة تعني انك انت منعت 10,000 شخص بالخروج في الشارع، انت منعت 10,000 شخص يتواجدون في المستشفيات. نعم. في اوقات الذروة، وهذا اللي قاعد نهدف له بناء على تعليمات مجلس الوزراء وعلى اساس التباعد الاجتماعي والحث ان جميع المواطنين يكونون في منازلهم، واحنا نقول لهم ايضا خلوكم في منازلكم واستغلوا هذه الخدمة، واحنا ان شاء الله راح نكون قادرين على ايصال جميع الادوية لكم باسرع وقت ممكن. كل الشكر للمقدم دكتور فايز عبد العزيز نصار، مراقب السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة للإطفاء. شكرا لجهودكم، يعطيكم العافية، ما قصرتوا، رايتكم بيضة، كلام واضح. أعتقد الأرقام حطنا لك إياها على الشاشة، تصور تاخذ الرقم اللي انت محتاجه، المستشفى اللي انت محتاجه، وايضا نخلي الاخوان اللي ما لحق ايضا الاخوان ان شاء الله في الاي تي في ما يقصرون، بعد شويه يصعدون الورقه نفسها على تويتر بالاي تي في، راح تلقونها مره ثانيه موجوده. اخذ الرقم، دز له واتساب اسمك، رقمك المدني، رقم ملفك، بعدين عاد يوصلون اياك على اساس العنوان. وحقيقة مشكورين يعني، وما بيأس يعني صراحة ما بأنسى الشكر للدكتور عبد الله البدر وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيدلة، كان جدا متعاون لما كلمته واتصلت فيه على طول تواصلنا مع الاخوان دكتور عايد دكتور فايز. كل الشكر لك للدكتور عبد الله البدر. ايضا الموضوع مختص في الأدوية، وشكرا للاخوان في وزارة الصحة يعطيهم العافية. هذه الفيديوهات راح تشوفونها اللي هم في صيدلية ميدانية، وشكرا للاخوان في الحرس الوطني، قواكم الله، جهدكم مشكور، يعطيكم العافية. اعتقد الاخوان في اللي كان عندهم مشاكل في موضوع المهبولة وفي الجليد، اعتقد الموضوع اوشك على النهاية. عطنا التقرير. اوكي نيم ابراهيم.